نادي اسوان بيحقق 3 نقاط مهمه جدا لموقفه في الدوري على حساب نادي الزمالك، وكمان بيهدي النادي الاهلي لقبه ال 42 رسميا قبل حتى ما النادي الاهلي يلعب مباراته مع المقاصه بكره. نادي اسوان بيقدر يكسب نادي الزمالك بهدف نظيف في مباراه كانت ممتازه جدا من الكابتن احمد كشري فنيا. نادي الزمالك طبعا اكيد عانى في المباراه بسبب حاجات كتيره جدا، اهمها اكيد رحيل مديره الفني السابق كارتيرون، والظروف كانت صعبه طبعا على الكابتن طارق يحيى انه ينزل يدرب الفريق في الوقت الحالي ويحاول ان هو يحط بصمه له، عشان كده النهارده شفنا حاجات غريبه جدا في الملعب. طبعا بيشوف مباراه نادي الزمالك النهارده كان بيعمل حاجات للعيبه، بتعمل حاجات غريبه قوي وارقام غريبه. انا هقول لكم كام رقم النهارده كانوا غراب جدا انك تشوفهم في مباراه لنادي الزمالك في الموسم ده، ولكن كل الظروف دي اتجمعت مع بعض عشان تهدي نادي اسوان 3 نقاط عشان ياخد خطوه فعليه وقويه جدا جدا عشان ياكد بقائه في دوري الموسم ده بعد معاناه خلال الدور الاول وبدايه الدور الثاني. نادي اسوان كان من الانديه المهدده جدا جدا للهبوط، ولكن الفريق فعلا مع الكابتن احمد كشري قدر ان هو ياخد مرحله ثانيه خالص وقدر يحقق نقاط جيده خدته لتقريبا منتصف الجدول. طيب النهارده كابتن طارق يحيى ما كانش يقدر، ما عندوش اي مساحه انه يغير في طريقه اللعب، كان غصب عنه لازم يكمل بالطريقه المعتاده واللي هي ال 4-2-3-1 طبعا مع اجراء بعض التغييرات في اسماء اللاعبين، عشان طبعا في لعيبه موقوفه وفي لعيبه بتريح، وطبعا اكيد كل هم فريق نادي الزمالك زي ما قلنا بعد تاكد عدم المنافسه على الدوري ان هو مركز في مباراه نادي مواجهة نادي الرجاء في نصف نهائي دوري الابطال ان شاء الله الشهر الجاي. فربما كل الحاجات دي تخلي طبعا كابتن طارق يحيى ان هو ما يركز في اللعيبه اللي هتلعب بشكل كبير حتى في المراكز بتاعت اللعيبه. النهارده شفنا امام عاشور بيلعب 8 جنب طارق حامد، اسلام جابر بيلعب باك شمال، الدنيا لحد ما ملخبطه شويه في مراكز اللاعبين. لكن اللي عجبني من الكابتن احمد كشري انه طول المباراه بيلعب باتنين رؤوس حرب، استخدامهم وتوظيفهم داخل الملعب مختلف شويه، لكن فضل لغايه اخر المباراه بيلعب باتنين في الخط الهجومي. هو بدا المباراه نادي اسوان بطريقه اقرب الى 4-3-1-2، حط 3 لعيبه في نص ملعب، وكان دايما لعيبه نادي اسوان كابتن كشري عمل حاجه حلوه قوي، التركيز على العمق، انا هركز على العمق، انا عايز العب على العمق، اللعب على الاطراف ما كانش كتير قوي غير بس في الكرات العرضيه، لكن نادي اسوان كان كل تركيزه يلعب كره على الارض، انا مش عايز اشتت، عايز اوصل لمرمى نادي الزمالك وعايز اهاجم، الضغط اسيب نادي الزمالك يكمل الكوره ويعاد نص ملعب واضغط عليه، ما عنديش اي فرصه ان انا اجهد لعبتي باللعب على الاطراف كتير، عشان طبيعي احنا عارفين شرحتها كذا مره، لما انت بتطلب من اللعيبه انها تلعب على الطرف كتير ده انت بتستهلك مجهودهم كتير، ليه بياخد كل المساحه دي رايح جاي وبيرجع لورا، فالدنيا تبقى صعبه شويه، وبالتالي فكره الكابتن احمد كشري في انه يلعب دايما في 2 رؤوس حربه خلى دايما في ضغط على مدافعي نادي الزمالك، وشفناها كتير بقى في الشوط الثاني لما ساب لهم الكوره خالص لنادي الزمالك، وكان عارف رد الفعل نادي الزمالك عايز يجيب هدف التعادل وكان بيعتمد على الهجمات المرتده. نادي الزمالك لعب بال 4-2-3-1 ده الشكل، لكن التوظيف مفيش الكلام ده خالص. ليه بقى؟ نادي الزمالك ربما تشوف طارق حامد هو الوحيد اللي عنده ورك ريت في الحته، لكن امام عاشور غصب عنه عشان هو اوريدي لعيب طرف وجناح كان كتير قوي 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 بيفرغ المساحه دي، وطارق حامد كان شايلها لوحده، وعشان كده كنا بنشوف ان الاكثريه العدديه في نص الملعب ليه لعيبه نادي اسوان، احنا بنتكلم على 4 لعيبه، وبالتالي الشكل ده كان بيخلي نادي الزمالك ما عندوش القدره انه يمرر الكوره كتير في وسط الملعب. ليه؟ طارق حامد كلاعب اكتر واحد كان بياخد الكوره من الاثنين مساكين، لما كان بيجي يلاقي الاوبشنز اللي قدامه او الخيارات اللي قدامه عشان يديله الكوره مفيش، كل واخد الطرف ورايح على الطرف وبيجري عشان يخلق مساحه في الحته دي، فبالتالي نص الملعب فضي تماما. الامر ده وصل نادي الزمالك لايه؟ لواحد من اغرب الارقام اللي انت ممكن تسمعها في فريق كبير زي نادي الزمالك. نادي الزمالك عمل 74 كره طوليه، 74 كره طوليه من خلف الامام، 74 كام واحده ناجحه منهم؟ 33. يعني ايه ناجحه؟ يعني الكوره طلعت من لاعب نادي الزمالك ووصلت لزميله، 74 كوره كتير قوي، ده يبين لك نادي الزمالك كان فاشل تماما في مساله
الاستحواذ في نص ملعب وكان في جاب. يعني لو عايزين نرسم شكل نادي الزمالك بالظبط في المباراه هنرسم الشكل كده، في ثلاثه وفي فرق ورا لان اكيد طبعا الباكات بيطيروا، وفي ثلاثه واقفين هنا مع بعض واثنين هنا واقفين مع بعض واثنين هنا مستنيين الكره العاليه، ونص الملعب ده متساب بشكل كبير جدا لنادي اسوان. وده كمان خلى نادي اسوان دايما كان هو الفريق اللي بياخد الكره الثانيه، وكان كمان صاحب المحاولات الاكثر على المرمى في الشوط الاول، ونتج عنها اكيد طبعا الهدف اللي جابه ابراهيم جلاله، وطبعا حصل عليه جدل تحكيمي، جدل تحكيمي طبعا بنتكلم عليه على السوشيال ميديا، ما نتكلمش عليه في ترند يلا كوره. وبالتالي كان طبيعي جدا انك تشوف نادي اسوان هو اللي بيقدر يهدد مرمى جنش، لان الكوره مع لعبته في اغلب الوقت كمان الفرص اللي بتروح على مرمى جنش اخطر بكتير من اللي كانت بتروح على مرمى مصعد عوض. ده كان الشكل في الشوط الاول، وهدف اسوان جه في وقت مثالي بالنسبه لاحمد كشري. ليه؟ لانه جه في الدقائق الاخيره، نادي الزمالك ما كانش رده الفعل لازم يخش اوضه اللبس ويخش في الاستراحه وينزل يعمل رده الفعل. رده الفعل الشوط الثاني كابتن احمد كشري بدا يستغنى عن اللاعب اللي ورا الاثنين وحول الطريقه اللي ما يشبه ل 4 4 2 فلات، ولما نزل أمد اوكري طبعا وفادي فريد عملوا دور كويس جدا في ارهاق مدافعي نادي الزمالك، خصوصا ان محمود علاء طبعا الشوط الثاني كابتن يحيى قال لمحمود علاء والونش ان هم يزيدوا ويخشوا نص ملعب نادي اسوان، وطول ال 45 دقيقه الثانيه والنادي الزمالك في الحاله الهجوميه ده الشكل بعيدا عن الاثنين حراس مرمى، ال 20 لعيب من الفرقتين في نص ملعب نادي اسوان، وكابتن احمد كشري كان مستعد برضه للشكل ده، وكان عارف ان لعيبته لاول ما يقطعوا كوره لازم الهجمه المرتده تتلعب من على الطرف. هنا بقى يجي مهمه الاطراف في حته ايه؟ لما يكون فريق قدامك بيضغطك بالعشر لعيبه بتوعه وضاغط عليك، ما تحطش بقى اثنين مهاجمين في العمق هنا كتير، لا خليهم يستلموا في نص ملعبهم من هنا. ليه؟ عشان يجبر المساك ان هو يرحل معاه فيفضي المساحه دي كلها. وحتى شفنا الكره الاخيره اللي محمود علاء اترقص فيها بالمراوغه الهوائيه، وطبعا كان اكيد كان لازم طبعا الحكم يديله طرد وضرب اللاعب، ولكن كنا شايفين المساحه اللي في عمق الملعب كلها نادي الزمالك فاضيه تماما. بسبب ايه؟ بسبب لعيبه نادي اسوان في الشوط الثاني في الهجمات المرتده كانوا بيستلموا على الاطراف. وبالتالي كابتن احمد كشري اكيد في نهايه المباراه خد نتيجه الشغل الفني اللي عمله طوال المباراه. كابتن يحيى الامانه ما نقدرش نلومه على شيء، تولى المسؤوليه في وقت ضيق جدا بينقذ موقف، موضوع صعب قوي ان كارتيرون يمشي ويبقى عنده طبعا مباراه في الدوري وبعديها طبعا لسه في مواجهات افريقيا. الامانه كابتن يحيى صعب جدا ان اي حد يحمله مسؤوليه اي شيء، وكمان عنده غيابات سواء في الايقاف او حتى ان هو بيده راحه للعيبه بسبب الفتره اللي فاتت كان فيها ضغط كتير للمباريات. وبالتالي اشوف ان بصراحه نتيجه مستحقه جدا للكابتن احمد كشري، مبروك الثلاث نقاط ومبروك انك بتتقدم خطوه للمنطقه الامنه. بصراحه هي اسوان اللي شافوا الدور الثاني فعلا فريق يستحق انه يستمر في الدوري. هارد لك نادي الزمالك وهارد لك الدوري، اكيد طبعا نادي الزمالك ما كانش عنده اي فرصه في الدوري، ولكن زي ما بنقول دايما مباريات الدوري الباقيه لنادي الزمالك اكيد هي فرصه للاستعداد والتاهيل للاختبار الاهم لنادي الزمالك امام نادي الرجاء المغربي ان شاء الله في سيمي فاينال دوري الابطال الشهر الجاي، وباذن الله نشوف نهائي دوري ابطال افريقيا مصري ما بين الزمالك والاهلي. تاني مره هارد لك نادي الزمالك، مبروك لنادي اسوان ثلاث نقاط، اكيد طبعا مبروك للنادي الاهلي وجماهيره التتويج رسميا بالدوري، وان شاء الله اشوفكم بكره في تحليل فني لمباراه اكيد هتبقى حلوه ما بين النادي الاهلي ونادي المقصه، ومواجهه اكيد كلنا مستنيينها فنيا ما بين فايدر وإيهاب جلال. شكرا جزيلا، كنت معكم كريم سعيد.